اهو ده المسمار، المسمار اللي جوه ده، ده اللي بيرفع الرفرف ده وينزله. في واحد تاني اهو، ده سليم وده سليم. اي مسمار من دول يشرخ الرفرف ده يتعطل والطيارة مرة واحدة تقوم ساقطة ببوزها. ولذلك في البحث الجنائي اول حاجة يجوا عليها يدوروا عليها لما الطيارة تسقط بالبوز هو المسمار ده، مسمار اللي هو بيسموه مسمار التحكم في الرفرف.